الكوفيد وحيد. كلنا كوفيين. كلنا كوفيين. هيدا لا لا العنصرية. اسحب الميكروفون اسحبه من عنده اسحبه. اسحبه الميكروفون. شكرا للسيد الحكيم على هذه المبادرة الرائعة التي يقدمها في هذا المجلس العريق. وكان بودي أن أتحدث كثيرا ولكن سيد سام أحد أعمدة نادي المتنبي الثقافي ومجلس الأربعاء في الكوفة التي أشرف عليهما اثنين. وسيد سام حقيقة يعجبني في البساطة التي يتحلى بها، وهو يتكلم بلا كلفة ولا مغالاة. أدعو من الله أن يطيل عمره وأن يكون من الرموز الباقية التي نحتفي بها دائما. أحسنت.